اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيوف النهارده لاعبه فريق 2003 مصطفى ابو الخير. منورنا مصطفى. منور حضرتك يا كابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ايضا ابراهيم عبد الحكيم. منورنا ابراهيم. نورك كابتن اسامه. اخبارك ايه؟ الحمد لله والله زي الفل. اول مره ليكم في قناه الاهلي؟ يبقى ده احنا التقصير من عندنا احنا بقى. الله يخليك. نبتدي بقى بمصطفى على اليمين. مصطفى، يعني عايزينك تعرف الجماهير الاهلي بيك، مركزك، مواليدك. انا مصطفى ابو الخير، مواليد 2004. بلعب ديفندر 6. وسط ملعب مدافع. وسط ملعب مدافع مع فريق 2003. برضو ابراهيم، بس في الاول يعني بننعي سياده الوزير عمرو فاروق. ربنا يرحمه يا رب. الله يرحمه يا رب يعني ويغفر له. بس اول حاجه مبسوط ان انا مع حضرتك على شاشه قناه الاهلي، يعني على طول بتحاول تصدرنا للناس وتخلينا نتعرف. انتوا اللي منورين والله. ربنا يخليك والله. انا 2003، يمكن اكبر منه بسنه بس في نفس الفريق. يعني دمجنا بقى 2003 2004. بالظبط. بقى لي مثلا في النادي 13 سنه، يعني بطلنا نعد. 13 سنه وسيرد باك. مدافع. تلعب مساك؟ تلعب مركز ثاني غير المساك ولا هو مساك بس يا ابراهيم؟ يعني في الاغلبيه مساك. قليل قوي لما في حته ثانيه. طيب انتوا الاثنين، خلينا نبتدي من الاخر محطه. كنتوا موجودين مع الفريق الاول في معسكر الامارات، ما شاء الله كان معسكر كويس. شفناكم في المباراه الاولى، وكان المباراه الثانيه يعني ما يعني كنا هنذاعها على الهواء، لكن ظروف الوفاه يعني كان في حداد على قناه النادي الاهلي. لكن خلينا نتكلم عن المعسكر مع البدايه مع مصطفى. انتوا الاول يا مصطفى اتبلغتوا بالتمرين مع الدرجه الاولى؟ قبلها بحوالي اسبوع مثلا. مرنا مع الفريق الاول. مين اللي بلغكم بقى؟ كان الاداري بتاع الفريق بتاعنا يعني. كابتن محمد راشد هو اللي بلغنا بالتمرين وكده. وطبعا يعني اتمرنا الاسبوع، والحمد لله يعني كنا من الناس اللي مسافرين. ده كان اول مره تتمرن مع الفريق الاول، وكنت طلعت قبل كده؟ انا طلعت مع موسيماني. مع موسيماني قبل كده. طلعت كاس الرابطه، وكنت معاهم يعني موجود بشكل كبير يعني. كويس. قعدت فتره طويله معاهم. كويس. بس طبعا يعني انا بالنسبه لي ما كانش تجربه جامده يعني، عشان انا مجربه قبل كده. وكان الموضوع يعني ما كانش عندك الخضه بتاعت الفريق الاول. الحمد لله الخضه ما كانتش موجوده، كنت معاهم قبل كده، والحمد لله يعني قدرت انافس تعليمات كابتن كولر. والحمد لله يعني مشيت بشكل كويس. لا قبل ما نروح لتعليمات كولر، لما عرفت انك بقيت موجود في القايمه اللي مسافره، فرصه كويسه، هيبقى في مباريات، الراجل هيشوفك بشكل افضل. طبعا اتبسطت طبعا يعني الحمد لله. فرصه بتيجي متاخر مثلا يعني، جت متاخر بس الحمد لله يعني الواحد اتبسط. شفتها بشكل كويس يعني الحمد لله، اديتها يعني مسكت في الفرصه الحمد لله، وظهرت بشكل كويس. كويس الحمد لله. لسه هنتكلم على المباريات دلوقتي بالتفصيل، بس نروح لابراهيم. انت طلعت قبل كده الدرجه الاولى يا ابراهيم؟ طلعت بس لا، يعتبر اول مره تبقى فرصه حقيقيه وفتره طويله يعني. كويس. كنا مثلا بنطلع تمرين تقسيمه، يمكن ما طلعتش فترات طويله تمرين مثلا غير دي. بس وكمان طلعت متاخر يعني. طلعت من وانا 20 سنة تقريبا او 19 سنة، من السنة اللي فاتت بدأت اطلع. بس بلغونا بعد، كان احنا عندنا ماتش 2003 بعد ما خلصناه، كان اخر ماتش في الدور الاول ده بتاع بعد كده التصفية. بلغونا الاداري، بيبلغنا يعني طبعا شعور ما يتوصفش، بالذات ان احنا كمان كنا عارفين ان في معسكر في الامارات، والمعسكر فرصة يعني ب 10 ايام الراجل المدير الفني هيشوفكم بشكل افضل. في مباريات كمان، في ماتشات وفي تمارين وملاعب بقى، وخبرات كبيره قوي مع اللعيبه، وجوده التمرين وجوده كل حاجه. الماتش الاولاني كان مع فرقه الاخدود السعودي. فرقه محترمه طبعا، والدوري السعودي فرقه قويه، وكان كلها محترفين، قويه وكلها لعيبه كبيره. بس والحمد لله خدنا، كان قسمنا على شوطين 45 45، خدت انا ال 45 اولين، والحمد لله يعني اديت بشكل كويس. كويس مصطفى، لعبت برضه ال 45 دقيقة الأولى، كانت في مباراة الأخدود الشوط الأول، والراجل يعني غير الفرقة كاملة، 10 لعيبة لعبوا الشوط الأول و10 لاعبين الشوط الثاني، وما فيش غير مصطفى شوير بس هو اللي استكمل لعب المباراة كاملة. شعورك وأنت في الشوط الأولاني؟ طبعا شعور ما يتوصفش يعني، كان جنبي كابتن سلاية. أيوه. عايز أعرف بقى التفاصيل والحوارات والكلام اللي كان قبل المباراة كمان. كابتن عمرو سلاية طبعا نجم كبير. بيفضل يتكلم معانا كتير في حته المراكز والكلام ده.
كنت مبسوط قوي ان انا كنت بلعب جنب كابتن عمرو السوليه وبيدينا تعليمات يعني قبل الماتش والحمد لله يعني ادينا بشكل كويس في الماتش. كولر قال لكم ايه بعد المباراه؟ والله مستر كولر على طول بيتعامل معانا، هو حازم جدا في القرارات في الشخصيه يعني حاجه عاليه. هو ما تقريبا يعني ما اتكلمش انا معايا شخصيا او ما اعرفش اتكلم مع حد ولا لا، بس الانطباعات ممكن تكون كويسه او لا برضو، ما مش ان شاء الله تكون كويسه باذن الله. ان شاء الله يعني ربنا يكرم باذن الله الفتره الجايه. بس هو مستر كارلوس المساعد هو اللي ممكن بيتكلم معانا على بقى المينتاليتي بقى والعقليه والشغل وكل الكلام ده، بس انما مستر كولر يعني كتعامل مباشر ما كانش فيه قوي. عايز اعرف الفرق يا ابراهيم، التمرين بين تمرين الناشئين وتمرين الدرجه الاولى اكيد في اختلاف. طبعا طبعا في اختلاف في كذا حاجه يعني. اول حاجه جوده اللعيبه نفسها، اللعيبه كبيره كلها، حاجه فرق كبير قوي. وبرده الريتم التمرين نفسه، ريتم الباص، قوه الباص نفسها، الالتحامات جسمانيا كمان البدني بتفرق كتير قوي. ونفس الكلام برده خبرات مدرب اجنبي كبير مستر كولر طبعا والجهاز كله. فيعني لا في اختلاف كبير واستفدنا جامد قوي في الاسبوع ده. تمام. لعبت المباراه الثانيه انت يا مصطفى كانت امام حتى الاماراتي وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1. طبعا انت لعبت المباراه كامله الثانيه؟ لعبت المباراه كامله الحمد لله. الحمد لله يعني اديت فيها بشكل كويس. فرق طبعا ما بين الماتشات مع الفريق الاول ومع الناشئين فرق كبير. الريتم بيبقى سريع قوي. يعني الحمد لله الواحد قدر يعني يتخطاه بشكل كويس يعني الحمد لله. حصل كلام مع كولر بعد المباراه، جهاز المعلق كابتن سامي قمصان، كابتن خالد بيبو؟ كابتن سامي يعني طبعا نجم كبير، واتكلم معاه بعد الماتش وقال لي اديت بشكل كويس والحمد لله يعني دي شهاده اعتز بيها يعني. كويس. عايز اعرف وسام ابو علي خاصه بقى يعني قبل الاعلان عن وسام ابو علي وصفقة انتقال النادي الأهلي، كان انتشر على السوشيال ميديا فيديو قالوا لأحد اللاعبين ده وسام أبو علي لاعب الأهلي الجديد. كان مين وقتها؟ كان إبراهيم عبد الحكيم، صح إبراهيم؟ مظبوط. اتفاجئت أنت بالفيديو اللي كان نزل؟ والله هو الموضوع بدأ اللي احنا كان الشبه هو كان فيه شبه شوية يعني ملامح شوية. كنا احنا في معسكر ماتش طنطا في فرقتنا 2003. أنا خلصت كنت قافل تليفوني فتحته بقى الكميه بقى بوستات والسوشيال ميديا حاجه بتنتشر بسرعه قوي. انا كنت عامل انا يعني جلسه تصوير ليا انا حاجه شخصيه، ما كنت عشان بتشيرت النادي يعني. بس الناس خدتها واستغلت الشبه وكله بقى شير شير شير، وفضلت مثلا الموضوع ده خمس او اربع خمس ايام كده على كل حاجه بقى، الفيسبوك والتيك توك وكل حاجه. بس الحمد لله هو يعني خدوها بالشبه مع انه مهاجم وانا مدافع يعني. طب قول لي بقى يعني شخصيته وسام ابو علي في المعسكر، هو ما شاء الله دخل بسرعه اللهجه طبعا بيتكلم عربي. انسجم وبان كمان في الماتش وهو بيلعب معاك. اولا يعني هو ما شاء الله عليه كلاعب وخامه يعني حاجه مبشره جدا للجمهور ما شاء الله عليه بجد. هو اندمج بسرعه كمان عشان اللعيبه مع كابتن قفشه يعني ما شاء الله على طول قريب مننا، حتى احنا على طول معاه وعلى طول قاعد معاه، كان تقريبا قاعد معاه في الاوتيل. فعلى طول بقى كمان اللهجه بتساعد يعني ويس. عربي فشغال وكمان فلسطيني يعني قريب قوي. بس لا فاندمج بسرعه قوي واشتغل على طول في التمارين وحاجه ما شاء الله يعني مبشره قوي. تمام. مين يا مصطفى من اللعيبه اللي من اول يوم واول لحظه وانتوا بتتمرنوا على طول معاكم بالكلام وبالتشجيع وبالمسانده وبالدعم وشدوا حيلكم وفرصه، مين من لعيبه الاهلي؟ كابتن قفشه طبعا وكابتن اكرم توفيق دايما كان بيتكلموا معانا العبوا ما تخافوش كويس يعني فرصه ليكوا كويسه امسك في الفرصه. طبعا واحنا بناخد بكلام كباتن كبار يعني كابتن قفشه وكابتن اكرم دايما كانوا بيتكلموا معانا كتير، حتى في المعسكر كان كابتن قفشه بيفضل يتكلم معانا كتير بيحكي لنا عن اجوانه، كمان بيحكي لنا عن الاجوان اللي هو بيجيبها، بيتكلم معانا في التمرين، اقرب حد لينا حتى في الملعب كمان. كويس قوي، ده شيء مهم جدا. طبعا. بس يعني كان اقرب حد لينا كان كابتن قفشه، كان بيفضل يتكلم معانا كتير قوي كالناشئين كلها حتى مش انا بس. خالد بيبو طبعا برضو يعني هو حافظكم وفاهمكم وعارفكم وقطاع الناشئين قريب منكم وتعايش معاكم
يعني تعايش معاك وما يقرب من 3 سنوات في قطاع الناشئين. كابتن خالد قعد معانا 3 سنين فيعني حافظنا دي كلمه قليله. قعد معانا 3 سنين وعرف كل لعيب فينا وعرف شخصياتنا، فلما كمان طلعنا كان الموضوع سهل قوي في التعامل معاه. ودخلنا بسرعه كمان، هو شخصيه محترمه قوي اتعاملنا معاه بسرعه كمان عشان كنا عارفينه. بس وكمان كل الجهاز كابتن سامي، كابتن سامي على طول مهتم بينا. وحتى اللعيبه يعني شالتنا بمعنى الكلمه، ما حسيناش باي فرق. الحمد لله يعني. مصطفى لما طلعتوا كابتن خالد بيبو اكيد اتكلم معاكم كلكم كمجموعه. اتكلم معانا طبعا كلنا. اتكلم معانا قال لنا دي فرصه، امسكوا في الفرصه. فرصه بتيجي يعني بتيجي لناس كتير، بس الجدع اللي يمسك فيها. طبعا احنا بناخد بالكلام ده، يعني كباتن كبار بيتكلموا معانا بناخد بالكلام ده، وعملنا معسكر كويس يعني، خدنا بالكلام وقدرنا نمسك في الفرصه يعني باذن الله. يعني ان شاء الله انا شايف اللي جاي خير يعني باذن الله. اللعيبه المحترمه ولعيبه يعني ان شاء الله يكون في فرصه حقيقيه ليكم في الدرجه ان شاء الله. عايز بقى اكلمكم في نقطه تانية، واحنا بنزعل لكم المباريات هنا دايما، احنا السنه دي ركزنا على فريق 2003 وما شاء الله انتم متصدرين كمان جدول المسابقه في 2003. شعوركم واحنا بنذيع المباريات وبنقول لكل لعيب لا انت قريب من الدرجه الاولى، انت قريب من الناس تعرفك، حتى يعني لا قدر الله لو ما فيش فرصه في الدرجه الاولى انت قريب انك تلعب في اي نادي برضو، فحته اذاعه المباريات اثرها عليكم ايه؟ لا بتفرق معانا قوي، حتى الواحد بيبقى عنده دافع بقى، حتى مثلا حمد او حاجه عشان برضو السنه الاخيره وبيبقى دمها تقيل شويه. بس لما تيجي تذيع والناس هتتفرج والناس تعرفك، لا في دافع كبير قوي. كويس. وتعرف اهلك واصحابك ويتفرجوا ويشوفوا في التلفزيون، دي حاجه كويسه قوي. فالحمد لله كل الماتشات اللي ذيعتوها يعني النتائج كبيره، بيراميدز 5 اخرها الجيش 2-2 وكل النتائج والجول 4 يعني كلها الحمد لله. الاداء كمان يبسط، فالحمد لله يعني حاجه بتفرحنا قوي وبتدينا دافع كبير قوي اللي احنا نكسب. خلي بالكوا لما كنا بنتواصل مع الكابتن احمد عبد الظاهر يقول يا ريت زعلنا كل المباريات. المنادى دافع ليهم كويس، تبقى فرصه جامده، بتبقى فرصه قويه للعيبه تظهر نفسها للناس. الناس تعرفها اكتر. الواحد بيبقى مستني الماتشات اللي بتتذاع عشان الناس تعرفه. في لعبة كتير كويسه قوي يعني، في لعبة في خامات كتير قوي يعني كويسه قوي ما خدتش الفرصه اللي احنا خدناها مع الفيرست تيم. يعني من اللعيبه اللي ما خدتش الفرصه دي ميدو اسامه. ميدو اسامه صلتنا الضوء عليه، ميدو اسامه وميدو نبيل طلع قبل كده، وفي يعني احمد طعيمه، في مصطفى ابو الخير، في ابراهيم عبد الحكيم، في يعني في لعيبه كتير. الحمد لله. المهاجم هقول لكم اسمه، ماشي مش هقوله، سمير. في عبد الله وفي سمير، في سمير محمد. سمير محمد كان يستحق فرصه. سمير محمد برضه، سمير محمد كان معانا فوق. كان معانا في التدريبات بس. ما علي نادر ملوش الحظ. علي نادر. انا بقول لك انا خلاص 2003 دي بالنسبه لي من كتر ما احنا زعلنا مباريات ليهم، انا حفظت اللعيبه كلها بالجزء، حفظتكم صم خلاص. نتمنى كمان الفتره الجايه ان شاء الله التصفيات بقى تفضلوا تذيعوا، هنزهقكم ان شاء الله باذن الله عشان نقدر برضه يعني نحس ان في حاجه كبيره بنعملها باذن الله. طب قول لي بقى، احنا بنتكلم وانتم متصدرين بطوله الجمهوريه في 2003، المباراه اللي كانت اصعب بالنسبه لكم يعني، الناس لما انتوا رحتوا لعبتوا في الزمالك خسرتوا، ودي كانت مباراه طارئه يعني، اول 10 دقائق كنتوا وحشين، دخل فيكم هدفين، لكن 80 دقيقه مسيطرين على المباراه سيطره تامه. يمكن السنه اللي فاتت لما لاحظت التتويج بتاعتكم بالدوري كانت في الزمالك في بيت عقبه وقتها. يمكن ماتش السنه دي بتاع الزمالك هو ككوره مش اصعب حاجه، انما الاجواء والجمهور يعني هي اجواء تبقى حلوه للكوره، بس برضو فيها ضغط وفيها اجواء صعبه برضو. يمكن احنا بس الخضه بتاعت الماتش اول 10 دقائق ما كانش فيها توفيق. انما انت ال 80 دقيقه او باقي الماتش حطيتهم في ال 18 كذا كوره، وركله الجزاء ده في الشوط الاول كنت ممكن ترجع بيها ميدو نبيل بالظبط. وحطيتهم في ال 18 وجزاء فرصه تضيع، بس يعني ككوره مش اصعب الماتشات هي بس الاجواء، انما في ماتشات كتير بتبقى اصعب ككوره وكلاعيبه في الفرق الثانيه. لا في ماتشات اتقل. المباراه الاصعب كانت ايه في الدوري؟ المباراه الاصعب كان ماتش طنطا هناك. يعني كان مباراه صعبه قوي باجواء جماهير كمان.
بأجواء جماهيرية كتير في الغربية في طنطا ده كان حدث كبير. الجماهير كان كان كتير قوي، بس الحمد لله يعني قدرنا نكسب المباراة بنتيجة 3-1 كويس. الحمد لله وتعاملنا مع المباراة بشكل كويس، يعني قدرنا نسيطر على المباراة رغم كل الجماهير دي، قدرنا نسيطر على المباراة يعني الحمد لله. واحنا ان شاء الله انا بوعدكم على الهوا المباريات القادمة في التصفيات النهائية لدوري 2003 هنكون معاكم برضو ان شاء الله. كل مبارياتنا في مدينة نصر على الهواء مباشرة هنزعها لكم، هيكون في استوديو تحليل بإذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. قول لي بقى مصطفى ابراهيم، عرفت انه بقى له 14 سنه في الاهلي، انت بقالك كام سنه في الاهلي؟ بقالي 13 سنه برضه يعني هو الكابتن بتاعك. لا كلنا واحد من زغري وانا في الاهلي طبعا، يعني ليا الشرف ان انا امثل نادي كبير زي نادي الاهلي طبعا يعني. مين اللي انت رحت اختبارات ولا حد شافك في نادي؟ لا رحت اختبارات النادي، لا حد شافني في نادي، كان كنت بتمرن في اكاديميه كده عندنا في ارض اللي هو اسمها جي اسبورت. اختاروني يعني من ضمن المجموعه اللي كانت معايا. ومين اللي اختارك بقى في النادي الاهلي وقتها؟ كان كابتن عبد الناب عاشور. عبد الناب عاشور هو اللي اختارك وقتها في النادي. مين صاحب الفضل عليك في مسيرتك من المدربين او المدرب اللي ساب لك بصمه وتعلم؟ لو عايز تقول اكتر من مدرب مفيش مشكله. ممكن اقول اكتر من مدرب يعني. انا طبعا كابتن محمد شرف ساب بصمه كبيره قوي معانا يعني طبعا. مسكنا اكتر من سنه. بحب اشكره طبعا يعني على الفتره اللي قضاها معانا، اتعلمت منه كتير قوي يعني. وبشكره طبعا. في كذا كابتن، في كابتن ياسر ريان. كابتن ياسر ريان مسكني 3 سنين بس او 4 سنين. بحب اشكره برضو يعني، اتعلمت منه كتير قوي. في كابتن من كباتن جي اسبورت، كابتن جمال، كابتن جمال الرئيس، وكابتن عبد السلام الزقازيق. دول ابتديت معاهم يعني، وكان كابتن اسلام برضو. ابتديت معاهم طبعا، بحب اشكرهم يعني، ليهم فضل برضو بعد ربنا ان انا ابقى موجود هنا يعني. الحمد لله. ابراهيم 13 سنه 14 سنه في الاهلي، مين اللي اختارك ولا رحت اختبارات برضو؟ لا انا كنت اختبارات قبل ما الفرقه ما يبقى فيه طبعا، كل سن بيبقى ليه بدايته، فانا التحضير كنت بتاعه. بالظبط انا كنت اول الكلام ده زمان قوي في 2011. رحت كانت اختبارات وتذكره عادي خالص وفي ملاعب الاكاديميه. كان ساعتها افتكر يعني في الاختبارات نفسها كان كابتن ياسر رضوان وكابتن محمد عماره. ده دول اللي كانوا بيبصوا. انما بقى استلمنا على طول كابتن احمد سراج. احمد سراج هو اللي بدا معانا وهو بقى اللي بدا يكون شخصيتي والفكر بتاع النادي الاهلي. مرنت معاه فتره، مرنت معاه هو موسم يعني، مفيش قليل قوي المدرب اللي مسكني اكتر من موسم. بس بعد كده كمدربين بقى اثروا معايا، كان كابتن عصام صلاح ده اللي بدا معانا اول سنه 11 اول سنه ملعب كبير. بس فهو ده يعني الاساس بتاع الكوره حاليا يعني. وفي بقى طبعا كابتن محمد شرف ده اللي مسكنا موسمين او ثلاثه. ده اكبر بصمه بقى، اكبر بصمه كشخصيه وككوره وكفكر في الملعب. وحاليا طبعا كابتن احمد عبد الظاهر يعني شغال طبعا. كابتن عبد الظاهر يعني كابتن كبير طبعا يعني. كابتن احمد عبد الظاهر استلم على طول بقى كابتن محمد شرف، بس الحمد لله يعني ما شاء الله ما زلتوا متصدرين الحمد لله. طموحاتك ايه يا مصطفى مع الاهلي؟ باذن الله طموحاتي ان انا افضل فوق مع الفلسطين باذن الله. نفسي احقق معاهم ابطال افريقيا طبعا والدوري ده يعني، وكاس العالم طبعا نفسي اروح معاهم كاس العالم طبعا ان شاء الله يعني باذن الله اقدر احقق كل ده باذن الله. مثلك الاعلى في مصر كابتن عمرو السوليه. ولعبت جنبه كمان. لعبت جنبه كمان، حققت حلم من احلامي يعني الحمد لله. انت يا ابراهيم؟ والله طموحات كبيره طبعا، بس يعني اهمها بالنسبه لي الواحد يكمل في الدرجه الاولى، يبقى بدا من الناشئين وكمل مع الدرجه الاولى، دي حاجه كبيره ان شاء الله يعني. وكبطولات اهم حاجه، اهم بطوله مع بالنسبه لي مع النادي الاهلي كاس العالم للانديه اللي اكبرهم يعني، وبعدها ابطال افريقيا. بس على الدفاع ماشي اعلى. والله انا على طول بيقول لي وائل جمعه الحلقه وبتاع ومدافع. وحاليا طبعا كابتن محمد عبد المنعم يعني حاجه ما شاء الله، برده بنتعلم منه. محمد عبد المنعم خلي بالك خرج برده من خرج من القطاع على طول، وحاجه جميله يعني. وانا بتمنى لكم ان شاء الله التوفيق ان شاء الله. اشوفكم الفتره الجايه مع الدرجه الاولى، انتوا لعيبه يعني على اخلاق عاليه ومستوى فن عالي. وزي ما قلت لكم ان احنا ان شاء الله هنكون معاكم في الفتره اللي جايه دوري 2003 لما تتصدروا ان شاء الله وتاخدوا البطوله، وكمان يكون يعني افضل اداء لكم باذن الله. باذن الله. شرفتنا ونورتنا مصطفى. شرفت بيك كابتن، وان شاء الله تكون حلقه كويسه على الساده المشاهدين باذن الله. شرفتنا ونورتنا يا كابتن ابراهيم. نورك كابتن طبعا، شرف لينا اللي احنا معاك على شاشه قناه الاهلي.
وانا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر ضيوفي لاعبي فريق 2003 مصطفى ابو الخير وابراهيم عبد الحكيم، نتمنى لهم يا رب التوفيق وكل لاعبي قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. نشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي حلقه جديده من الاشبال.